هذه التجارب سنستخدم فيها الماء وبعض المكونات الإضافية. في التجربة الأولى سنحتاج كوبين صغيرين ولوني طعام مختلفين. في الأول سنصب ماءً بارداً، وفي الآخر الماء الساخن. نضع قطرات اللون في الماء الساخن، ونضع اللون الآخر في الماء البارد. تشاهدون الفرق بوضوح. اللون في الماء البارد لا يمتزج، نقلب المزيج باستخدام شيء صغير. في النهاية سيمتزج اللون مع الماء. نضع ورقاً مقوى على كوب الماء الساخن، نقلبه ونضعه على كوب الماء البارد. تأكدوا من أن حافة الكوبين تتطابق تماماً، ثم اسحبوا الورقة بحرص شديد. انظروا، الماء يبقى في مكانه. هذا لأن الماء البارد أثقل من الساخن، لذا يبقى في الأسفل. في التجربة التالية سنحتاج لألوان الطعام وقطارة وزيت طعام ووعاء زجاجي كبير ووعاء من الماء ومهدئ لحموضة المعدة. نحضر زيت الطعام ونضع قدراً كافياً في الوعاء الزجاجي. استخدمت لتراً تقريباً. ثم نضيف الماء إلى الزيت. سترون أنه يتجمع في القاع مثل الحبات الصغيرة. ثم نضع اللون على الزيت، سيسقط مباشرة إلى القاع. والآن نضع مهدئ حموضة المعدة، وهكذا نصنع مصباح اللافا. مهدئ الحموضة يتفاعل مع الماء في قاع الزيت، الغازات الناتجة من التفاعل تصنع الفقاعات وتصعد إلى السطح وتحمل معها ألوان الطعام. أحب هذه التجربة، تبدو رائعة. والآن في التجربة التالية سنحتاج إلى ماء الصودا وبعض العنب. نفتح ماء الصودا، احترسوا من الفوران. ضعوا العنب في الداخل، سترون العنب يرقص. هذا لأن فقاعات الغاز الصغيرة تحبس تحت قشرة العنب، مما يجعله خفيفاً ويصعد به إلى السطح، وعندما يصطدم بالسطح تنفجر الفقاعات فيسقط مجدداً. أليست مسلية؟ في التجربة التالية سنحتاج لقارورة ماء وكوبين من الزجاج ووردتين ولوني طعام مختلفين. ضعوا بعضاً من كل لون في كل كوب. أستخدم الأحمر والأزرق. أضيف الماء لتحصلوا على ماء ملون. ضعوا نفس عدد الورود في كل كوب. ضعوها في صينية وخذوها للخارج. ضعوها في مكان مشمس لتحصل على ضوء كافي. الضوء سيغذي الورود. اتركوها ليوم مثلاً.
وانظروا لهذا، أحد الورود تلونت بالأزرق. هذه طريقة سهلة لتلون الورود كما تحبون. يبدو أن الورود الأخرى لم تمتص اللون الأحمر كما حدث مع الأزرق، لا أعرف السبب. إنها تجربة سهلة، سنحتاج لمسمار في قطعة خشبية، وواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، إلى 12 مسمار. نضع مسماراً على المنضدة، ثم نضع 5 مسامير على كل جانب في اتجاهات معاكسة، لنحصل على 5 لأعلى و5 لأسفل. حافظوا على مسافات متساوية، لأن هذه التجربة تعتمد على التوازن. نضع الأخير بحرص، ثم نضع آخر مسمار في اتجاه يعاكس المسمار الأول، ويمر بين رؤوس كل المسامير. نرفع المسامير بحرص ليساعدكم أحد في جلب المسمار في الخشب، ثم وازنوا كل شيء عليه، وهكذا نجحتم. كل المسامير متوازنة في أماكنها. لو جربتموها لأكثر من مرة ستنجح في كل المرات، والسبب هو أن كل مسمار يتوازن عكس المسمار المقابل. المسامير العلوية تحتوي على كل قوى المسامير الأخرى وهي تحاول السقوط، لذا قوة سقوط المسمار في اتجاه تمنعه قوة سقوط المسمار في الاتجاه المقابل. إنها تجربة رائعة وسهلة، ويمكنكم تجربتها مع الأصدقاء. وهكذا قمتم بخدعة اتزان المسامير. اليوم سنرسم رسماً ثلاثي الأبعاد، هذا رائع. سنحتاج إلى ورق، قلم رصاص، وقلمي تلوين. ضعوا يدكم بحرص على الورقة، حددوها ببطء بالقلم الرصاص، احرصوا على التحديد بدقة، لكن لا تضغطوا بقوة على القلم. ارسموا كل انحناءات اليد، فمثلاً إصبع الصغير ملتوي قليلاً، وبعدها خذوا قلم تلوين وابدأوا برسم خطوط أفقية على الورقة. عندما تصلون إلى حدود اليد، اجعلوا الخط ينحني قليلاً كأنه جسر على نهر، وبعد أن تصلوا لنهاية اليد ارسموا خطاً مستقيماً. أكملوا الرسم حتى تنتهي الورقة، وكلما مررتم على جزء من اليد لا تنسوا الخط المنحني. قد تلاحظون أن الخطوط الأفقية أصبحت غير متساوية، لكن لا بأس، كلما نرسم سنلاحظ وكأن اليد ستخرج من الورقة. هذا ما نسميه الخداع البصري، ولكي تزيدوا الخداع يمكنكم إضافة الخطوط. يمكنكم استخدام مسطرة لتجعلوا الخطوط المستقيمة مستقيمة تماماً، لكنني أجد رسمها يدوياً أمراً ممتعاً. يمكنكم استخدام أي لون، أنا اخترت البنفسجي والأحمر، أظنها خدعة لطيفة للأصدقاء. لما لا نجرب أشياء أخرى وألوان أخرى؟ لتحسين التأثير استخدموا القلم الرصاص على أحد جانبي الرسم وأضيفوا الظلال، هذا سيضيف الإحساس ثلاثي الأبعاد. ما رأيكم في رسمي؟ أظنني نجحت في هذا.
جربوا أشكالاً وأشياء مختلفة لتروا أيها الأفضل. عودوا وأخبرونا. وهكذا ترسمون بالأبعاد الثلاثية. شكراً لمشاهدتكم، أتمنى أن تكونوا استمتعتم. عودوا للمزيد من التحديات العلمية. اليوم سنريكم كيف تصنعون قارباً بقوة الدفع. أليس هذا مثيراً؟ سنحتاج في هذه التجربة إلى صبغة طعام حمراء وقمع وصلصال لاصق وماصة ومقص وزجاجة بلاستيكية وكوب ونصف من الخل وملعقة من صودا الخبز. استعينوا بأحد البالغين في صنع ثقب في غطاء الزجاجة بحيث يمكن أن تمر منه الماصة. بعد ذلك اقسموا الماصة لنصفين ثم مرروا الماصة من الثقب في الغطاء. استخدموا الصلصال اللاصق في تثبيت الماصة في الغطاء. من المهم أيضاً أن تضغطوا لتمنعوا أي خروج للهواء بين الماصة وثقب الغطاء. عندما تنتهون، ضعوا بعض قطرات من صبغة الطعام في الخل. يمكنكم استخدام الكمية المرغوبة، ولكن تأكدوا من التقليب الجيد. بعد ذلك، باستخدام القمع، ضعوا مزيج الخل الملون في الزجاجة. وبعدها نكون اقتربنا من النهاية. ادخلوا الحمام واملأوا حوض الاستحمام ببعض الماء. وباستخدام القمع، ضعوا صودا الخبز في الزجاجة. أغلقوا الغطاء بسرعة وضعوا الزجاجة في الماء. هكذا، صودا الخبز تتفاعل مع الخل داخل الزجاجة وتنتج ثاني أكسيد الكربون، وهو يتمدد ويندفع للخارج عبر الماصة، وهذا يدفع الزجاجة عبر الماء تماماً مثل قوارب السرعة. هكذا صنعتم قارباً بقوة الدفع في الحمام.